من جانبه وجه السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الشكر إلى جنوب أفريقيا على ما وصفها بقيادتها الأخلاقية في القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وشدد على أن أفضل طريقة لتجنب التصعيد الإقليمي ليست التهديد أو استخدام المزيد من النيران، بل العمل على الفور من أجل وقف فوري لإطلاق النار. وقال إنه كان يأمل أن يتم التعامل مع إنقاذ أرواح الأطفال الفلسطينيين بنفس إلحاح التحرك وتوفير الحماية للممرات الملاحية.